السلام عليكم، ازيكم شباب؟ دي كده تاني طريقة بيها ممكن تحل الاتريتيف سوليوشن. احنا خدنا في الفيديو اللي فات الطريقة الأولانية اللي هي طريقة الجاكوبي، دي تاني طريقة وهي طريقة مهمة جدا اسمها الجاوز السيدل، ومن أكتر الطرق اللي بتيجي في الامتحان، يمكن أهم كان بكتير من الجاكوبي. هي شبه الجاكوبي جدا جدا، وهتلاقوا إن الاختلاف ما بينها وما بين الجاكوبي اختلاف صغير قوي، بس الاختلاف الصغير دوت خلى ان عدد الاتريشنز اللي انت هتعملها علشان تحل المسألة اقل بكتير جدا من الجاكوبي، وهتوصل وهتكونفرج للسوليوشن بعدد اتريشنز وستيبس اقل. عشان كده الدكتور بيحب يجيب الطريقة دي كتير في الامتحان. طب في البداية خالص، هو برضه هيبقى مديلك مجموعة فانكشنز، والفانكشنز دي هي فانكشنز في مجموعة فاريبلز. فمثلا في المثال ده هو مديلك هي 4 فانكشن، والاربعة فانكشن دول هم فانكشن في 4 unknowns، 4 variables. بيقول لك حدد لي قيمة الأربعة فاريبل بطريق الجاوس سيدل بحيث تكون الأكيورسي 1 من 1000. في البداية تعمل نفس الستيبس اللي انت كنت بتعملها في حالة الجاكوبي. الستيبس ديت ان انت في الأول خالص هتروح محول الإيكويشنز ديت للماتريكس ديت، اللي هو 10 هتبقى في أول رو، بعد كده سالب 1، بعد كده 2، بعد كده عشان ال x 4 مش موجوده في اول ايكويشن فتحط مكانها 0. طبعا هتبقى عامل ماتريكس بي، هتحط اول اليمنت فيها 6. نفس الكلام اللي هو هتملى الكوفيشنز بتوع الاربع ايكويشنز دول جوه الماتريكس ايه، وبعدين هتبدا تشيك هل الماتريكس ايه دي دايجنالي دوميننت ولا مش دايجنالي دوميننت. هتلاقي ان 10 اكبر من حاصل جميع الارقام دي كمودلس. ال 11 نفس الكلام، ال 10 هنا اكبر من حاصل جمع ده بلس ده بلس ده. ال 8 اكبر من حاصل جمع الثلاثه دول. فلحسن حظك ان في المساله هنا كانت اوريدي هي دايجنري دوميننت، لكن لو ما كانتش دايجنري دوميننت فزي ما قلنا في الفيديو اللي فات هتبدا ان انت تسواب مثلا تو رو، او تسواب اكتر من تو رو، او ممكن تسواب كولوم. بس خلي بالك من نقطه، ان انت لو عملت سواب للكولوم هتبقى الموضوع رخم. ليه؟ ان انا مثلا لو عملت سواب للكولوم الاولاني والكولوم الثالث، فدلوقتي والماتريكس دلوقتي بقت دايجنالي دوميننت، فدلوقتي وانا بطلع الايكويشنز الجديده اللي انا هشتغل عليها هيبقى الكولوم الاولاني بقى اكس 3 والكولوم الثالث بقى اكس 1، لان انا عملت سواب للكولوم. علشان كده ما تفكرش خالص، عشان ما تتلخبطش، ما تفكرش خالص في الحل بتاع سواب الكولوم الا لو لقيت ان انت عملت سواب فروز ومش عايزه تبقى دايجنالي دوميننت، وده مش هيحصل. يعني ما اظنش انه هيحصل خالص ان انت تيجي تسواب مجموعه روز وتلاقيها برده ستيل مش دايجنالي دوميننت. فالمهم ان انت هيبقى معاك الماتريكس الاصليه، الماتريكس ديت هتبدا ان انت تسواب ترو او تسواب تو كولوم في حاله ان انت لقيت ان الماتريكس مش دايجنال دوميننت، بحيث تحول الماتريكس ايه ان هي تكون دايجنال دوميننت زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات. ودلوقتي هبدا اطلع الايكويشنز الاربعه دول ديبند على الماتريكس اللي هي بقت دايجنال دوميننت. طبعا الكلام ده مش موجود هنا لان هي الماتريكس من البدايه دايجنال دوميننت، لكن زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات الماتريكس ما كانتش دايجنال دوميننت، فانا عملت سواب لتو رو وحولتها انها بقت دايجنال دوميننت، وبعدين بدات ان انا اطلع الايكويشنز الاربعه دول ديبند على الماتريكس اللي بقت دايجنال دوميننت. المهم بعد ما اطلع الايكويشن الاربعه هبدا اخد الاكس واحد من اول رو واخليها لوحدها في طرف، والاكس 2 لوحدها في طرف من تاني ايكويشن، والاكس 3 لوحدها في طرف من تالت ايكويشن، والاكس 4 لوحدها في طرف من رابع ايكويشن. هتقولي طب ما دي نفس الستبس بالظبط بتاعت الجاكوبي، يعني لحد دلوقتي ما فيش اختلاف خالص ما بين الجاكوبي وما بين الجاوز السيد اللي انا بتكلم عنها. اقول لك اه، ما الاختلاف هيظهر دلوقتي، هو فعلا لحد دلوقتي هي نفس الستبس بالظبط بتاعت الجاكوبي، بس الجاكوبي كانت فيها الاكسات ديت كلها هي فانكشن في اكسات تانيه بتاعت الاتريشن اللي قبليه. يعني كانت الاكس 1 وفي 2 هي فانكشن في اكس 2 والاكس 3 بتوع الاتريشن اللي فاتت، ونفس الكلام كل الاكسات دي هي فانكشن في الانونز بتاعت الاتريشن اللي فاتت. لكن هنا الاختلاف الوحيد في الجاوز سيدل واللي خلالك الموضوع هيوصل للسوليوشن بعدد الاتريشنز اقل، ان دلوقتي هيجي يعمل ايه؟ يجي يحسب الاكس 1 في الاتريشن الحاليه، وليكن مثلا افترض ان الاتريشن الحاليه هي الاتريشن رقم 2، لما يجي يحسب الاكس 1 هيعوض بالاكس 2 بتاعت الاتريشن اللي فاتت اللي هي الاتريشن 1، والاكس 3 بتاعت الاتريشن اللي فاتت اللي هي الاتريشن 1. وونس ان هو حسب الاكس 1 في الاتريشن الحاليه، لما يجي دلوقتي يحسب الاكس 2 في الاتريشن الحاليه اللي هي الاتريشن رقم 2 هيجي يعوض بالاكس 1 بتاعت الاتريشن الحاليه. ليه؟ ما هو خلاص حسبها، يعني هو مش اوريدي حسبها،
فليه اعوض بالاكس واحد بتاعت الاتريشن اللي فاتت؟ طب ما اعوض بالاكس واحد الابديتد اللي انا لسه حاسبها في الاتريشن الحاليه، لكن الاكس 3 والاكس 4 انا لسه ما حسبتهمش، فانا هعوض بالاكس 3 في كي ناقص 1 والاكس 4 في كي ناقص 1 اللي هم الاكس 3 والاكس 4 بتوع الاتريشن اللي فاتت اللي هو الاتريشن رقم 1. ليه؟ لان انا حسبت الاكس 1 بتاعت الاتريشن رقم 2 اللي هي الاتريشن الحاليه، لكن لسه ما حسبتش الاكس 3 والاكس 4 بتوع الاتريشن الحاليه. فالفكره في الجو السيدل والابديت الوحيد اللي تم او التغيير الوحيد اللي تم في الجو السيدل ما كانش موجود في الجاكوب، خلى البروسس احسن واسرع وبتوصل للسوليوشن بعدد اتريشن اقل. ان دلوقتي هو لو حسب اكس واحد في الاتريشن الحاليه وكانت اي واحد من الاكسات دي هي فانكشن في الاكس واحد، فهو يعوض بالاكس واحد الابديتد الاكس واحد بتاعت الاتريشن الحاليه. نفس الكلام وهنا حسب اكس اتنين بتاعت الاتريشن الحاليه، فلو الاكس 3 والاكس 4 هما فانكشن في الاكس 2 فتلاقي انه بيعوض بالاكس 2 بتاعت الاتريشن الحاليه والاكس 1 بتاعت الاتريشن الحاليه انه اوريدي حسبه، لكن الاكس 4 هيعوض بالاكس 4 بتاعت الاتريشن اللي فاتت لان هو لسه ما حسبهاش. فالابديت الوحيد ان هو لما يجي يعوض ويحسب اكس معينه في الاتريشن الحاليه لو باقي الاكسات فانكشن في الاكس ديت فهو شغال على الاكس الابديتد مش شغال على الاكس بتاعت الاتريشن اللي فاتت، عكس الجاكوبي اللي كانت فيه كل الاكسات ديت هي فانكشن في اكسات بتاعت الاتريشن اللي فاتت. فكانت كل الاكسات اللي هي اكس اوف كي هي فانكشن في اكس اوف كي ماينس 1 اللي هي الاكس بتاعت الاتريشن اللي فاتت. فده الاختلاف الوحيد واللي خلاه لك البروسيس اسرع. فانت هتعمل نفس التيبل اللي كنت بتعمله في الجاكوبي، هتنشيلايز لما تكون الكي بصفر كل الاكسات في الاول بصفار، وطبعا هيبقى النورم لسه ما حسبتوش لان انت عامل انيشلايز الاكسات بصفار فلسه ما فيش نورم. هتيجي عند الكيب واحد المفروض تبدا تعوض بقى في الايكويشنز دي. الجو السيد اللي تتحل بالاله والدكتور عايزك في الامتحان تحلها بالاله. لو انت بدات تحلها له مانيوال هيقول ان انت ما حضرتش محاضره وهينقصك، غير طبعا الوقت المهول اللي انت هتاخده عشان تحلها مانيوال. فالدكتور لما بيجيب الجو السيد بيبقى عايزك تكونستراكت التيبل وتحله بالاله. تمام؟ فازاي بقى تحله بالاله؟ فانا جبت لكم هنا اهو ايميليتور بيميليت الاله الحقيقيه. اول حاجه هتعملها ان احنا هنا في الاله هنفترض الاكس 1 هي الفاريبل اي، الاكس 2 هي الفاريبل بي، الاكس 3 هي الفاريبل سي، الاكس 4 هي الفاريبل دي. فانا محتاج في الاول استور في الاكسات دي انيشال صفار. فهتكتبها ازاي؟ ركز معايا. تقول صفر شيفت اس تي او تيجي تختصر كلمه ستور، شيفت اس تي او اللي هو شيفت ستور وتكتب ايه. فكده هو عمل ستور لزيرو جوه الايه، بعد كده تقول له زيرو شيفت ستور بي، بعد كده زيرو شيفت ستور سي، بعد كده زيرو شيفت ستور دي. انا كده عملت انشيت للايه اللي هي اكس 1 والبي اللي هي اكس 2 والسي اللي هي اكس 3 والدي اللي هي اكس 4، عملت له انشيت كلهم بصفار. بعد كده انا محتاج ان انا اكتب الايكويشنز بقى، بعد كده محتاج ان انا اكتب الايكويشنز اللي هو اجي على الايكويشن دي كلها واعمل لها ستور في الاكس 1. فاجي اقول له ايه؟ هقول له 1 من 10 1 من 10 عشان اكتب الاكس 2 اللي هي بي فبقول الفا بي، فاقول 1 من 10 بي ناقص 2 من 10 اكس 3 اللي هي سي فالفا سي زائد 6 من 10. الكلام ده عايز اقول له اعملوا لي ستور في الاكس 1 اللي هي، فاقول له شيفت ستور اي. بص كده هيطلع لك الايه بكام؟ ب 6 من 10. طبعا منطقي جدا. ليه؟ ما هو البي والسي كانوا في الاتريشن 0 او انيشيتد بصفار، فبالتالي الايه هتبقى بكام؟ ب 6 من 10. فتلاقي فعلا قيمه الايه في الاتريشن 1 بكام؟ ب 6 من 10، وده منطقي. ايه ميزه الاله بقى دلوقتي؟ ان انا دلوقتي لما اجي اعوض في الاكس 2 واكتب ايكويشن اكس 2 انا عايزه يشتغل على قيمه الاي الابديتد، وهو ده اللي بيعمله في الاله. عشان كده الجو سيدي بتحلل الاله، ان انا لما اجي اكتب له ايكويشن الاكس 2 دلوقتي هو شغال على الاكس 1 ابديتد اللي هي ب 6 من 10، وده اللي انا عايز اعمله فعلا. ودي فعلا نفس فكره الجو سيدي. عشان كده بقول لك الجو سيدي اللي تتحل بالاله الجاكوبي ما تتحلش بالاله. فدلوقتي كل اللي هقوله هقول 1 من 1 على 11 في الاكس 1 اللي هي الايه زائد 1 على 11 في الاكس 3 اللي هي السي ناقص 3 على 11 دي زائد 25 على ال 11. الكلام ده كله اعملوا لي اساين جوه البي، هتلاقي البي طالع قيمتها 2.327.
فعلا البي طالع قيمتها 2.327، البي في الايتريشن اللي هي كي ايكوال 1. بعد كده ابدا ان انا اكتب ايكويشن السي، هقول له سالب 2 من 10. السؤال ده مهم جدا ويجي في الامتحان، عشان كده بعمله قدامكم على الاله. ايه بعد كده زائد 1 من 10 بي زائد 1 من 10 دي، الكلام ده كله ناقص 11 على 10 اعمل لي ليه اساين جوه السي، هتلاقي السي قيمتها بكام؟ بسالب 0.9872. هل السي فعلا قيمتها كده؟ سالب 0.9873. الكلام ده مظبوط، فالقيمة دي مظبوط. نكتب اخر حاجة ايكويشن مين؟ ال دي. ايكويشن ال دي هتبقى ايه؟ كان نكتب اخر حاجة ايكويشن ال دي. ايكويشن ال دي هتبقى عبارة عن سالب 3 على 8 في البي زائد 1 على 8 في السي زائد 15 على 8. الكلام ده كله اساين دي في الدي، هيديني الدي بكام؟ ب 0.8789. فالكلام مظبوط. خلي بالك ان هو لما كل مره لما اجي اقول له مثلا عوض في الدي، فهو بيعوض بقيمه البي والسي الابديتد، اللي هما البي والسي او الاكس 1 والاكس 2 في الايتريشن الحاليه، الاكس اللي هو البي والسي اللي هو الاكس 2 والاكس 3 في الايتريشن الحاليه. وعشان كده الجو السي ده اللي ينفع تحل بالاله، ان انا كل ما بحسب قيمه معينه فلما اجي اعوض في الايكويشن اللي بعدها هو بيعوض بالقيمه الابديتد، لو في حاجه لسه ما حصلهاش ابديت فهو بيعوض بالزيرو اللي هو كان في الايتريشن زيرو. فعلشان كده فكره الجو السي دي اللي هي نفس فكره الاله، اللي هو انت حسبت حاجه عوض بيها، في حاجه لسه ما حسبتهاش فانت بتعوض بالقيمه الانيشيتيف بتاعتها، وهكذا في كل اتريشن. دلوقتي انت عملت ايه؟ انت جبت ارقام الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 والاكس 4 في الاتريشن بتاعت كي ايكوال 1 اللي هي تعتبر تاني اتريشن. هتعمل نفس اللي كنت بتعمله في الجو السي دي، اللي هو هتقول اكس اوف كي ناقص اكس اوف كي ناقص 1، هتطرح الرقم ده ناقص الرقم ده والرقم ده ناقص الرقم ده والرقم ده ناقص الرقم ده والرقم ده ناقص الرقم ده، وتجيب النورم للارقام دي كلها. يعني ايه النورم؟ معناه طبعا انت شغال على المودلس، يعني كده كان مفيش سالب، فانت بتجيب اكبر قيمه. فلما تطرح ده ناقص ده وده ناقص ده وهكذا، هتلاقي ان اكبر قيمه هي حاصل طرح الاكس ديت ناقص الاكس دي، اللي هي الاكس في الايتريشن دي ناقص الاكس في الايتريشن دي، اللي هي هتبقى 2.3273. فاستيل الرقم ده هو لسه اقل من الاكيورسي، فبالتالي طالما النورم في الايتريشن دي نفس فكره بالظبط الجاوس، يعني الجاكوبي اقصد، فما فيش اختلاف ما بين الجاوس والجاكوبي خالص، نفس الفكره بالظبط. الاختلاف بس بدل ما كانت الاكسات فانكشن في الاكسات القديمه، لا انت لو حسبت اكس منهم فانت شغال على قيمه الاكس الابديتد في الايتريشن دي، بس نفس الفكره بالظبط. بحسب هنا الاكس في الايتريشن دي ناقص الاكس في الايتريشن اللي قبلها، وبجيب النورم للاربع قيم دول اللي هو ده ناقص ده وده ناقص ده وده ناقص ده، طبعا شغال على المودلس، واكبر قيمه تطلع هي دي كده النورم. طول ما النورم في الايتريشن دوت لسه مش اقل من الاكيورسي فانا هكمل. طب ما يعني ايه هكمل؟ اقول لك يعني هتعوض في نفس الايكويشن بس بالقيم الابديتد. اقول لك خلاص، ما القيم الابديتد اوريدي متسجله في الاله، فانا كل اللي هعمله ان انا هطلع بالسهم كده بس، اجيب ايكويشن الاي وادوس ايكوال. لما اجي ادوس ايكوال دلوقتي هو بيعوض بالبي الابديتد اللي هو حسبه، والسي الابديتد جوه الاي، فهتلاقي ان هو حسب لك الاي الابديتد في الاتريشن اللي بعدها. يبقى لك هتلاقي المساله بتتحل بسرعه، هتدوس ايكوال هتلاقي الاي الابديتد ب 1.03. فعلا الكلام مظبوط. عايز احسب البي، اطلع للايكويشن بتاعت البي اللي هي كانت طالعه ب 2.3 وادوس ايكوال، هتلاقي انها طلعت ب 2.03. فعلا مظبوط. اطلع بالسهم الايكويشن السي دي، ايكويشن السي، ودوس ايكوال، هتلاقي طلعت بسالب 1.0. فعلا مظبوط. اطلع بالسهم بايكويشن مين؟ الدي، ودوس ايكوال، هتلاقي طلعت ب 0.98. فعلا مظبوط. فانت فعلا طلعت معاك الارقام المظبوطه بالظبط، اللي هي قيم ال A وال B وال C وال D، او ال X1 وال X2 وال X3 وال X4 بتوع الايتريشن دي. هتكرر نفس الاوبريشن تاني، هتقول الرقم ده ناقص الرقم ده والرقم ده ناقص الرقم ده والرقم ده ناقص الرقم ده والرقم ده ناقص الرقم ده،
وتبدأ ان انت تكون اربع ارقام، اللي هو ده ناقص ده وده ناقص ده. الاربع ارقام دول هتجيب القيمة الماكسيم ما بينهم، هتلاقي القيمة الماكسيم من حاصل الطرح هي حاصل الطرح ده ناقص ده، اللي هي 4 من 10. فدي النورم، فالاربعة من عشرة ستيل هي مش اقل من الواحد من الف. فهتروح جايب تاني، طالع بالسهم تاني وجايب ايكويشن الاي وعامل نفس الكلام، هتطلع تاني تجيب ايكويشن الاي وتدوس ايكوال، طلعت القيمة دي، وتطلع تاني تجيب ايكويشن البي وتدوس ايكوال، دي ايكويشن البي وتدوس ايكوال، هتطلع الرقم ده اللي هو 2.0036. وبعدين تطلع تاني على ايكويشن السي وتدوس ايكوال، هتطلع الرقم ده، وتطلع على ايكويشن الدي وتدوس ايكوال، وتطلع الرقم ده، وتعمل نفس الكلام، تطرح ده ناقص ده وده ناقص ده وده ناقص ده وده ناقص ده. طبعا انت شغال على قيم المودلس، يعني بعد ما بتطرح، انا بطرح، بعد ما بطرح باخد الارقام ديت، اخد المودلس بتاعها، اشوف مين اكبر رقم فيهم كمودلس او كرقم موجب، هلاقي ان الرقم ده اكبر حاجه، فهو ستيل اكبر من واحد من الف. هفضل اكرر اوبريشن لحد ما في الاتريشن رقم خمسه هلاقي ان النورم بتاع الاتريشن رقم خمسه بقى اقل من الواحد من الف. فبالتالي القيم الاكسات دي هي قيم الاكسات الاكيورت، او قيم الاكسات المطلوبه باكيورسي واحد من الف. فده طبعا عدد الستيبس في حاله الجو السيدي اقل بكتير من الجاكوبي، وهي تطور على الجاكوبي. فتعالى احل معاكم مساله الميد ترم بتاع السنه اللي فاتت، هو كان جايبها على الجو السيدي. دي مساله الميد ترم اهي، كان جايب لهم اربعه فانكشنز في اربعه فاريبل، فانت لما تحط الماتريكس A والماتريكس B اللي هم الاربعه فانكشن في اربعه فاريبل، ادي كده الماتريكس B اللي هي الارقام دي، والماتريكس A اللي هي الكوفيشنز، هتلاقي ان مفيش ولا كونديشن متحقق، يعني الاتنين من عشره مش اكبر من الارقام دي، التلاته مش من عشره مش اكبر من الارقام دي، الاتنين من عشره مش اكبر من الرقم ده زائد الرقم ده زائد الرقم ده، التلاته من عشره مش اكبر من التلات ارقام دول. فالمفاجاه ان انت مش هتلاقي ولا رقم متحقق. فالصعوبه في المساله دي مع ان كتير جابوا فكرتها، يعني انا اللي علمت الميد ترم السنه اللي فاتت ولقيت ناس كتير جدا جايبين فكرتها صح، يعني يمكن اكتر من ربع الدفعه، اللي هو ان انت محتاج تبدل الرو الاولاني بالرو التالت والرو التاني بالرو الرابع، يعني مش مجرد هتعمل عمليه تغيير واحده، لا انت هتعمل عمليتين تغيير، لازم تبدل الرو الاولاني بالتالت والرو التاني بالرابع علشان تتحول تبقى داجنال. انا لو بدلت الرو الاولاني بالتالت، فالرو التالت دلوقتي هيبقى واحد سالب واحد من عشرة، اتنين من عشرة زيرو، فالواحد فعلا اكبر من حاصل جمعه. وهنا فعلا لما الرو التالت هتلاقي ان الواحد هنا هو اكبر من حاصل جمع الرقم ده زائد الرقم ده زائد الرقم ده. لما بدل الرو التاني بالرابع هلاقي فعلا ان الرو التاني الواحد واحد من عشرة اكبر من حاصل جمع باقي الارقام، وهنا فعلا التمانية من عشرة اكبر من حاصل جمع باقي الارقام. فوانس ان انا سواب الرو الاولاني بالتالت والرو التاني بالرابع، وطبعا نفس الكلام هعمله السواب في الماتريكس بي، يعني نفس اللي عملته في الماتريكس ايه هعمله في الماتريكس بي، هسواب الاول بالتالت واسواب التاني بالرابع، هلاقي دلوقتي فعلا الماتريكس ايه بقت دياجونالي دومينانت. فهبدا ان انا اجيب الايكويشنز ديبند على الماتريكس ايه اللي هي بقت دياجونالي دومينانت، هجيب الاكس واحد لوحدها في طرف هنا، الاكس اتنين، الاكس تلاته، الاكس اربعه، وبعدين هبدا ان انا اكونستراكت التيبل، انيشيت كل الفاريبلز بصفار، احط الايكويشنز على الاله، اقعد احسب النورم في كل اتريشن، هلاقي الاتريشن السادسه بقى فعلا فيها النورم اقل من الواحد من الف، فهلاقي ان القيم دي هي فعلا القيم المطلوبه باكيورسي واحد من الف. وفعلا انا لو حليت المساله دي بالاله هلاقي ان القيم الاكيورت هي 1 2 2 3 1 1 2 2 4. فبالتالي فعلا الارقام اللي انا مطلعها دي ارقام صح، وده الحل بتاعنا، وبعته للدكتور وكونفيرمد، وعلى اساسه علمت الميد تيرم. فهي مساله ما كانتش صعبه، بس كان بس صعوبتها ان انت تحول ماتريكس ايه تخليها دياجونالي دومينانت، كنت محتاج تعمل عمليتين سواب، تبدل الرو الاولاني بالتالت وتبدل الرو التاني بالرو الرابع، بس هي مساله ما كانتش صعبه. فدي كده تاني طريقه اللي هي الجو السيكل. تالت طريقه في الاتريتيف سوليوشن اسمها الريلاكسيشن ميثود. الطريقه ديت برضو نفس الكلام، يعني بيدي لك مثلا اربعه ايكويشن في اربعه انون، بيقول لك حلهم لي باكيورسي واحد من الف. هتروح حاطط ماتريكس ايه لحسن حظك هنا كانت دياجونالي دومينانت، لو دياجونالي دومينانت هتروح انت عامل سوابنج علشان تخليها دياجونالي دومينانت، وبعد كده تبدا ان انت تطلع الاربع ايكويشن ديبند على الماتريكس اللي بقت دياجونالي دومينانت، بس هنا مش هتعمل الكلام ده لان هي اوريدي دياجونالي دومينانت. بعد كده هتعمل ايه بقى في طريقه الريلاكسيشن دي؟ كده الريلاكسيشن اللي هي الطريقه الثالثه في الاتريتيف سوليوشن، الطريقه الاولى كانت الجاكوبي، الطريقه الثانيه اللي هي الجاوسيد، الطريقه الثالثه اللي هي الريلاكسيشن.
في الريلاكسيشن نفس الكلام، بس المرة دي هيبقى فيه خلاف صغير. هتيجي في الايكويشن ديت هتجيب، هتخلي اكس واحد موجودة هنا لوحدها في طرف، يعني اولا هتخلي كل الاكسات في طرف، وهتخلي في اول ايكويشن الاكس واحد لوحدها في طرف بس مضروبة في سالب واحد، وهنعرف ليه الكلام ده كمان شوية. ففي اول ايكويشن خلي اكس واحد لوحدها في طرف، مش لوحدها في طرف، خلي الاكس واحد مع كل الاكسات بس الاكس واحد خليها مضروبة في سالب واحد. يعني ايه؟ يعني هقسم على 10 واضرب في سالب واحد عشان اخلي الاكس واحد مضروب في سالب واحد. هي نفس الكلام، عايز اخلي الاكس اتنين مضروب في سالب واحد، فهقسم على 11 واضرب في سالب واحد، يعني كاني بقسم على سالب 11. وهنا هقسم على سالب 10 عشان اخلي الاكس 3 لوحدها موجوده ومضروبه في سالب 3 في سالب 1. وهنا هقسم على سالب 8 عشان اخلي الاكس 4 مضروبه في سالب 1. يبقى اول حاجه هعملها اخلي هنا الاكس 1 مضروب في سالب 1، اكس 2 في سالب 1، اكس 3 في سالب 1، اكس 4 في سالب 1. وهودي ال 6 وال 25 والكلام ده كله ناحيه الشمال بحيث اخليها كانها معادله صفريه. طب هل هساويها بصفر؟ يعني مش انا وديت كل الحاجات دي ناحيه ديت؟ يعني مثلا وديت ال 6 هنا فبقت سالب 6، بعد كده قسمت على سالب 10 عشان اخلي الاكس 1 مضروب في سالب 1 فبقت سالب اكس 1، والسالب 6 دي بقت 6 على 10. خلاص بقى المفروض اقول بيساوي صفر. اقول لك لا، مش هتساويها بصفر، هتساويها بحاجه اسمها ار 1 اوف كي. فانت كل اللي عملته ان انت وديت الحاجات دي كلها الناحيه الثانيه، دي بقت سالب 6، دي سالب 25 وهكذا. قسمت الايكويشن الاولانيه على سالب 10 علشان تخلي الاكس 1 مضروب في سالب 1. هتقول لي المفروض الكلام ده بيساوي صفر. اقول لك لا، مش هتساويه بصفر، هتساويه بحاجه اسمها ار 1 اوف كي. تمام؟ فكل اللي عملته خليتهم كلهم في طرف واحد كانها معادله صفريه، بس ما سويتهاش بالصفر، سويتها بحاجه اسمها ار 1 اوف كي، وهنا ار 2 اوف كي وهكذا. ولما وديت دي بقت سالب 6، فالايكويشن دي كلها اقسمها على سالب 10 علشان اخلي الاكس 1 مضروب في سالب 1، بحيث تبقى سالب اكس 1 زائد 10 زائد 1 من 10 اكس 2 زائد او سالب 2 من 10 اكس 3. ودي هتروح هنا هتبقى سالب 6 هقسمها على سالب 10 هتبقى زائد 6 من 10. نفس الكلام هعمله هنا، هخلي سالب اكس 2 اودي ال 25 الناحيه الثانيه، عايز اخلي الاكس 2 لوحدها في طرف ومضروبه في سالب 1 هقسمها على سالب 11 وهكذا. وبعد كده هتروح عامل تو تيبل. اول اتريشن كي هتروح انت مانيشيت كل الاكسات بصفار وحاسب قيم الاراد. ازاي؟ هتعوض في الايكويشنز دي كلها بالاكسات بصفار. لما اعوض هنا بصفر وصفر وصفر الاقي ان الار 1 في كي طلع ب 6 من 10، ار 2 في كي طلع ب 25 على 11 وهكذا. اللي هو هعوض بالاصفار واطلع قيم الاراد لما عندي الاتريشن كي ايكوال 0. وبعدين اعمل ايه؟ ركز معايا بقى في الستبس، اشوف مين اكبر، اجيب النورم. نفس الكلام، النورم هنا مين اكبر ار فيهم؟ اكبر ار فيهم اللي هي 2.2 من 10 كمودلس. يعني اقول خلاص ال 2.2 من 10 دي مش هي مكافاه لار 2 اللي هي اصلا مكافاه للاكس 2، فهتروح ماسك الرقم دوت جمعه على الاكس 2، الاكس 2 اوريدي بزيرو، فيبقى الرقم ده بلس الاكس 2 لان هي اصلا هي المكافاه للايكويشن بتاعت اكس 2، وتروح حاطط الرقم ده مكان الاكس 2 اللي في الاتريشن اللي بعدها. جمعت الرقم ده بلس الزيرو وحطيته هنا، وباقي الارقام هتنزل زي ما هي. فالاكس 2 في الاتريشن اللي بعدها هتبقى 2.2 من 10. وهبدا احسب الاراد. انا دلوقتي ضامن ان الار التاني هتبقى بزيرو، وهقول لكم ليه دلوقتي يعني. بس انت ضامن بعد ما عملت الحركه دي ان الار 2 نفسها بقت بزيرو، واللي اتغيرت الوحيده في الايتريشن اللي بعدها كانت قيمه الاكس 2. نفس الكلام هتحسب هنا النورم، هتلاقي اعلى قيمه هي الار 4. الار 4 مكافاه للاكس 4، فتجمع الرقم ده بلس الرقم ده يديلك الرقم ده، هتحطه مكان الاكس 4 في الايتريشن اللي بعدها، وباقي الارقام هتنزل شبه الايتريشن اللي قبلها. وهتعوض وانت دلوقتي ضامن ان الار 4 هتطلع بزيرو. هقول لكم ليه دلوقتي. نفس الكلام هنا، النورم اعلى قيمه ديت هتروح جماعه على الزيرو وتحطها مكان الاكس 1 الاتريشن اللي بعدها، وباقي الارقام هتنزل شبه الاتريشن اللي قبلها. وتحسب الاراد، يعني تحسب الاراد، هتاخد الارقام دي وتعوض بيها في الاربع ايكويشنز وتحسب الاربع اراد. هتلاقي هنا ان اعلى قيمه هي الرقم دوت كنورم طبعا او كمودلس. يعني الرقم ده هتروح جمعه على الزيرو وتحطه هنا، ويبقى هو كده قيمه الاكس 3 في الاتريشن اللي بعدها، والباقي هينزل شبه اللي قبله. وتعوض في الاكسات هتلاقي ان ده كده اعلى قيمه كمودلس. هتاخده وتجمعه على مين؟ تجمعه على ده، هتقول سالب 2 من 10 زائد 2 من 10 هيديك 1.9 من 10. يبقى ده كده قيمه الاكس 2 في الاتريشن اللي بعدها، وباقي الحاجات هتنزل زي ما هي. هتعوض طبعا، انت ضامن دلوقتي ان الار 2 هتبقى بصفر وهكذا. هتفضل شغال بحيث كل اتريشن انت بتشوف النورم اللي هو اعلى قيمه اللي انا بقول لك عليه. لو اعلى قيمه دي لسه ستيل اقل من التولرنس اللي هو 1 من 1000 مثلا، في المثال بتاعنا كان كام؟ كان 1 من 1000، فانت مكمل بتعمل نفس الكلام. يعني دلوقتي حسبت النورم لقيته مثلا في الايتريشن دي ب 8 من 10، وهو ستيل مش اكبر من الواحد من 1000،
واروح جمعه على زيرو وحطه مكان الاكس واحد في الاتريشن اللي بعدها واكمل. هنا الرقم ده لسه 9 من 10، مش اقل من رقم من 1000، فافضل مكمل لحد هنا. حتى الاتريشن 10 برضو لسه الرقم ده مش اكبر من الواحد من 1000، فناخد الرقم ده اجمعه الرقم ده، يبقى هو قيمه الاكس 4 في الاتريشن اللي بعدها. ضمنت دلوقتي ان الار 4 هتبقى زيرو، بس لسه ستيل الرقم ده مش اقل من الواحد من 1000. هفضل شغال كده لحد ما الاقي ان الرقم ده بقى اقل من الواحد من 1000، فهتبقى هي دي كده قيم الاكسات الابديت. طب ليه انا كنت بعمل عمليه الجمع؟ الفكره في ايه؟ مش ده كده اكبر رقم اللي هو ال 2.2 اللي هو كان جاي اصلا نتيجه الار 2؟ فانا عايز اكبر رقم او اكبر حاجه مسببه لي نورم، لان انا اصلا عايز اقلل النورم، فعايز اكبر حاجه مسببه لي النورم اخليها بزيرو. فطالما الرقم ده كان اكبر واحد بيسبب لي النورم، فانا عايز اخليه بزيرو. فاخليه بزيرو ازاي؟ هوديه الناحيه الثانيه، فلما اوديه الناحيه الثانيه هيروح بالسالب. السالب ده هيبقى سالب اكس 2 سالب ار 2. لو خدت السالب عامل مشترك هيدي لك اكس 2 بلس الار 2، لو اديت ده الناحيه الثانيه بقى سالب ار 2. سالب اكس 2 سالب ار 2 هيدي لك، خد السالب عامل مشترك هيدي لك سالب اكس 2 بلس ار 2. يعني كان في الاتريشن اللي بعدها لو انا خليت الاكس الجديده هي الاكس القديمه بلس الار، لو انا عملت كده في الاتريشن اللي بعدها انا هضمن ان الار دي هتبقى بزيرو. مش ده اللي احنا عملناه؟ ودينا الار دي الناحيه الثانيه بالسالب، السالب عامل مشترك هيديني اكس 2 بلس ار 2. يعني لو انا في الاتريشن اللي بعدها جمعت على الاكس 2 الار 2 بتاعت الاتريشن اللي قبلها، انا هضمن ان الار 2 بتاعت الاتريشن اللي بعدها تبقى بزيرو. وانا عايز اعمل كده لان اكبر حاجه مسببه لي نورم انا عايز اخليها بزيرو، علشان ده هيضمن لي ان انا هكونفرج بسرعه. فالاوبريشن بسيطه، كل اللي انا هعمله تاني الستبس بسرعه. هبدا ان انا اجيب نفس الكلام طبعا في الاول، هتشيك هل هي نورمالي دوميننت ولا لا، دايجونال دوميننت ولا لا. لو مش دايجونال هحولها اخليها دايجونالي، بعد كده اطلع الاربعه ايكويشن ديبند على الدايجونالي، وبعدين ابدا ان انا اخلي طبعا اودي السته دي تبقى سالب 6 سالب 25 زائد 11 سالب 15. المفروض دي بصفار، بس مش هخليها صفار، هخليها اراد. وبعدين عايز اخلي الاكس واحد هنا مضروبه في سالب 1، فاقسم على سالب 10 هنا على سالب 11 هنا على سالب 10 هنا على سالب 8، اخليها بالشكل ده. وبعدين ابدا ان انا احط قيم الاكسات، هانشيتها بصفار، هعوض في الايكويشن واحسب الاراد، اشوف مين اعلى ار كمودولس. لقيت ان هي ار 2، فانا هجمعها على اكس 2 وتبقى هي دي الاكس 2 في الاتريشن اللي بعدها. وابدا ان انا اعوض في الاراد تاني، هضمن دلوقتي ان ار 2 بقت بزيرو، اشوف باقي الاراد مين اعلى واحده كمودولس، اخوتها اجمعها على الاكس 4 لان دي اعلى واحده ار 4، يبقى هي دي الاكس 4 في الاتريشن اللي بعدها. في كل مره النورم اللي هو الماكسيموم اللي انا بشوفه طول ما هو مش اقل من الاكيورسي انا مكمل، وانس ان هو اقل من الاكيورسي هوقف، تبقى قيم الاكسات دي هي الاكسات المطلوبه. ودي كده تالت طريقه. التلات طرق سهلين جدا، بس محتاج تمرين عليهم شويه وتحل ايدك كتير، لان في الامتحان هيبقى وقتهم ليميتد شويه، محتاج ان انت تمرن نفسك. بس كده احنا خلصنا السكشن.